حضرتك يمكن لما سألتك في الأول عن رأيك فيما أنجزه البرلمان حتى الآن من تشريعات وقوانين تحدثت الحقيقة عن عدد كبير جدا، لكن إذا طلبت منك تقييم لأداء البرلمان ككل تديله كام من 10 يا سيادة المستشار؟ أنا من وجهة نظري دلوقتي عايز لحد دلوقتي أديله أكتر من 100%، أقسم بالله، لأن أصلي يعني المجهود اللي بذلناه وفي ظروف صعبة وفي وخصوص البرلمانات التي تأتي في أعقاب ثورات أو اضطرابات أو قلاقل بيكون دورها صعب، لأن عاوزة مواءمات صعبة بين ممارسة السلطات الحقيقية الدستورية وبين أنك على أرض الواقع بتكوني أمام إرهاب، بتكوني أمام أزمات اقتصادية، أمام حرب اقتصادية، أمام شائعات، أمام مغرضين. كل هذه المسائل بتحتاج إلى مواءمات، ومؤامرات صعبة، وبفضل الله تعالى المجلس استطاع أن يوائم وأن يكون وأن يؤدي دوره في هذه المرحلة الفارقة والخطيرة في تاريخ مصر بكل دقة وبكل أمانة وبكل حرفية.